السعودية نخده وهو يخده في قطر. مصروف أكثر بصراحة. 180 درجة. احنا مثلا جاي بالشقة مدة معينة 3 شهور شهرية، فأكيد حتى مبلغ معين تحب تصرفه. أما بالنسبة لواحد عايش في تونس بصراحة غالية برشا. شمو يسيل مرهون؟ احنا أسبوع جمعة صرف 3 ملايين، مش حاجات بسيطة يعني. والمصروف في قطر أكثر منا برشا، لكن الحمد لله يعني السالير معناتها الحاجة مقابلة بعضها. مثلا حتى غادي تشتري كل شيء غالي، مثلا حتى تاخذ حكة هريسة تونسية مثلا ب 15 ولا ب 14 يبيعوها أبار الفدلكة. تونس أحلى يمكن الجنة اللي موجودة في الدنيا هذه هي تونس بصراحة. بالنسبة لي أنا 80% تونس في الغربة ما يصلحوش، ما مش باهي. خذوا علينا فكرة اللي التونسي مثقف، اللي التونسي قاري، اللي التونسي في خدمته ديما حاجة باهية، فهمت؟ كي نسألوك نقول لك التونسي قد يصرف في النهار؟ والله ما نعرفش بالضبط، خاطر احنا مانيش واحد عنده برشا. انتوا زوج اخوات مع بعض؟ اصحاب. اصحاب وخوات. منين جيت؟ انا في السعوديه نخدم وهو يخدم في قطر. قد ايه عندكم الخليج؟ اي 7 سنين. هو 7 انا 4. اي بعد 4 سنين وتجي المصروف كيما قبل كيما توا؟ لا مصروف اكثر بصراحه. 180 درجه. اختلاف 180 درجة. هي أكثر حاجة تصرفوا عليها؟ احنا بصراحة ماكلة. دلين رواحكم. لا مش بحكم اللي واحد عنده برشا ما جاش لتونس فيتوحش ماكل تونس. أم بصراحة كي تسأل احنا مثلا جاي بالشقة مدة معينة 3 شهور شهرية، فأكيد حتى مبلغ معين تحب تصرفه. أما بالنسبة لواحد عايش في تونس بصراحة غالية برشا. برشا يعني المدخول مليون ولا مليون ونص وعنده عائلة يصرف عليها، كيفاش عايش؟ نسأل نفسي، أنا عندي أسبوع ندور في وسط البلاد، نسأل في نفسي. يعني التونسي آخر شهر يلقى روحه مسائل. شمو يسائل؟ مرهون. والله مرهون. مثلا نقولوا التونسي 6000 ولا 12000 و15000 و21000. أنت تونسي نقولوا تخلص 1.5 مليون، قداش تصرف على الريتم هذا في الشهر؟ يعني أنا ما نعرفش، أنا أسبوع جمعة صرف 3 ملايين، مش حاجات بسيطة يعني، وما فيهمش حاجة يعني. بالرسمي والله السؤال كيفاش يعني عايش؟ يعني شهر 12 مليون انت عدى زهير. قال لي كيفاش عايش والله؟ انت وقضيتك انت وخارجاتك، كل واحد كيفاش. قد ايش تقعد؟ انا 3 شهور. بالنسبه لي انا 5 باش نغير البرنامج، اللي خلي من 3 برك. لا بصراحه لا، السؤال تساله يعني العبد اللي عايش هنا كيفاش تصرف؟ والله تونسي عايش. تونسي عايش، الناس كل عايشه ترى. الناس كل في الخاوي والناس كل في الريستورونيات. شنو قصدك؟ هو السؤال يعني مدلل اللي راه والله. الناس كل تصرف، خاطر تمشي لاي بلاصه تشوف الناس كل تاكل، الناس كل تصرف، الناس كل تلبس كل شيء. باهي كان نحكيو مصروفكم في النهار قد ايه يوصل؟ ما نعرفش مشكل من بين منين لوين. ساعات تصرف 100، ساعات 200، ساعات 50، كل مره كيفاش يعني. انت وخارجات، خاطر نحن كيف ما قلت لك واحد جه هنا يعني حاط مبلغ معين يحب يصرف، يحب يمشي قهوي باهيه، مطاعم باهيه، حاجة الباهي اللي في تونس. اي خاطر جاي الفاكونس يعني باش تدلوا روحك. يعني قلت لك مثلا الواحد عنده مبلغ معين باش يصرف ولا يحوس ولا يمشي البلايص اللي متوحشهم في تونس واللي راه مع الفيسبوك ولا، فهمتني؟ اما بصراحة تسأل روحك مثلا عبد اللي عايش هنا في تونس كيفاش يصرف؟ نفس اللي تصرف في تونس تصرفه انت في السعودية وانت في قطر ولا اقل؟ هو المصروف في قطر اكثر منا برشا، لكن الحمد لله يعني السالير معناتها الحاجة مقابلة بعضها. نسألك قداش تصرف في النهار في قطر؟ في قطر ما أقل بين فطور وعشاء وإذا عملت قهوة والكتيل، أنا ما نطيبش بطبيعتي، 200 150. مثلا أقل فطور تصرف فيه مثلا 30 35. الدخان مثلا باكو دخان غادي في الخليج ب 20 يعني، فهمتني؟ أنت قداش تصرف سعودي؟ ما نعرفش، ساعات 50 هذيك حاجة، أقل حاجة من 50 وأنت طالع، بحكم أقل فطور ب 20، فطورك وعشاك برغم اللي نطيبه احنا في الدار، فهمتي؟ كل شيء تونسي. أما مثلا حتى غادي تشتري كل شيء غالي، مثلا حتى تاخذ حكة هريسة تونسية مثلا ب 15 ولا ب 14 يبيعوها. أما سالير قوي. إي شهريات باهية غادي تقابل بعضها، فهمت؟ فهمت. أما لهنا المدخول مليون و 700000. صراحة برشا. باش ني بروجرام تاع 3 شهور كيفاش باش تعديهم في تونس؟ عائلة، فهمتني؟ وتحويس. وانت؟ نفس البروجرام، هملة
دورة في تونس الاستمتاع بال باللي واحد محروم منه لأنه طقس هنا روعة روعة. وبقى في عندكم مسخنة؟ ديما سخونة. بالبلايس اللي جيتوهم أول ما جيتوا أول ما وصلتوا عندكم جمعة البلايس اللي مشيتوا له؟ أنا مثلا احنا من فرنانة من الريف واحد عدى غادي الجو محليه الطقس محليه وبعد جينا هنا حدا أصحابنا تمشي المرسى سيدي بوسعيد مثلا البلد العربي سوسة حمامات توزر ما همش في البروغرام لا في البروغرام ما تسخن شوية فهمت ما تو برد شوية ما عندها حدا عندكم جيتوش لتونس؟ أنا من 2019 لا أنا كل عامين نجي أنا 2021 جيت ديما 2019 2021 كل عامين هكاك نجي هو على الأقل كل عامين يجي أنت عندك أربع سنين ما جيتش كيف ما توحشتش تونس أكثر ماكلة توحشتها ده اللي تدور هنا توحشتها بالطبيعة أي تونس والله أبار الفضل تونس أحلى يمكن الجنة اللي موجودة في الدنيا هذه هي تونس بصراحة وأكثر الناس اللي تحب تونس هي الناس المتغربة خاطر توحش العائلة توحش اللمة توحش رمضان توحش التفاصيل البسيطة اللي في تونس فهمتني حتى الطقس مثلا فهمتني طقس محلى خمو تعرسوا بتونسية نعم خمو تعرسوا بتونسية بروجرامي العرسون أذية جملة أذية يحب يتبع فتك حق أنا أي حاجة تونسية ومش يعني كلام ريحة بلادك ريحة بلادك وأي حاجة الحاجات البسيطة اللي في بلادك وكلها ما تنجمش تكون كيف امرأة تونسية فهمت يعني واحد في لخ ما دامك متغرب تهزها معاك قهوتنا لا الله اعلم هذاك هيك وانت في عمر قد ايه بتخمم باش تعرس انا ما زلت ما برمجتش اما كان برمجت لازمني استقر في تونس ما نزلش معايا ما تحسن الوضع في البلاد وعاد يعمل بروجي في بلاده ويعيش صعبه وكل شيء اما توصل ما فهمش ما احلى منها فهمت تونسي التونسي رحمه لبرا انت والشخص فما ناس محلاها فما ناس ما هيش محلاها تولي تبعد عن المشاكل اما بطبيعة تونسي ما يلقى كين تونسي احنا مثلا بصراحة انا واصحابي في كل شيء بالنسبة لي انا 80% تونسي في الغربة ما يصلحوش ما مش بهي كل واحد والتجارب تونسي لتونسي نقمة مش نقمة اما انت والموقف تجارب تعدد بها مع ناس و يعني برسنتاج كبيرة ما همش باهين في بعضهم الجنسيات الكل نشوفهم يقفوا مع بعضهم إلا توينس نادر وأن يخفوا مع بعضهم فهمت الحكاية هذه نسمعها في برشا بلايس اللي في الأوروب في الخليج برشا عباد يحكيوها برشا لأن سايرة برشا فهمت التونسي غاد بالنسبة أنا شفت الجنسيات مثلا الباكستانيين ولا هو أول ما يجي من البلاد ياخذوا له كميون يعطوه مبلغ معين تاع فلوس ويقفوا معاه اللي يقف على ساقه فهمت واللي تونسي ما عرفش شفتهم أنا برشا يشوفك باش يتحيل عليك جاي جديد ما تعرف حتى شيء يخمن بركة باش يتحايل عليك فهمت تونسي خبيث مش الكل معناتها مش الكل هي في نفس العائلة تلقى الباهي وتلقى الخايف نفس العائلة أنا بالنسبة لي بصراحة يعني مثلا في السعودية مثلا في دومين حجامة أغلبية التونسة معروفين بصنعتهم حتى مثلا الكليونات اللي جونا يسألوا على التونسة معروفين يعني خطر التونسة اللي مشوا مثلا السعودية حسب ما ريت أغلبية التونسة غادي يعني معروفين بالحاجة الباهية خاطر اغلبيه الناس اللي مشيت غادي في التعليم وفي الصحه مشوا يعني كمستوى ثقافي وتعليمي حاجه عاليه فهمتني فاخذوا علينا فكره باهيه اخذوا علينا فكره اللي التونسي مثقف اللي التونسي قاري اللي التونسي في خدمته ديما حاجه باهيه فهمتني الحمد لله على الاقل اي والله الحمد لله احنا كعبره مثقف منورين احنا اي منورين خاطر العباد اللي مشيت من الاول مشيت هاني قلت لك كمستوى ثقافي حاجه باهيه على الاخر فاعطوا برشا عباد كومبيتون يمشوا لاوروب يمشوا خاطر العباد اللي تخرج كمستوى عالي مثلا في اي دومين فاخذوا علينا فكره باهيه حكم انتم في الخليج عندهم نقص في يعني في الصنعه غادي رجالهم في الخدم سورتو احنا صاحب الصنعه من تونس سهل طول يخرج خليج هما مش نقص صنعه ما يخدموش هما اصلا ما يخدمش يخدم الجنسيات الترنجير هما اللي يخدموا معناتها جست حتى حطوه في بيرو ما يعرفكش ما يعرفش الشيء فهمت الاجنبي هو اللي احنا مثلا في السعوديه تحس اخذوا مع الرؤيه الجديده اللي عملها هو اللي عملها الملك سلمان تحسوا مبدو ياخذوا فكره اللي لازمهم يخدموا في اي بلاصه نظام السعوده كيفاش يحبوا يخدموا في اي بلاصه تبدلت معاش كيف قبل معاش عندهم هما فلوس هكا تولى تبدلت الدنيا خمو تنفستيو في بروجي في تونس
أكيد جدا بصراحة فكر. بلادك و... فكر أما حاليا ما... حاليا على الوضع هذا ما يثبش ما فما شيء يشجعكم. أنا وانت. ديما بصراحة تونس تونس العز والله رغم كل شيء تونس العز. بالعكس أنا نحن الوحيدين نمشوا في نص خاطر توحشين طقس حتى تبدأ ثلج سمحت شيء إذا عندكم غادي بطبيعة سخانة ما طقس محلية والله.